أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة ميدسبورت حصاد الأسبوع، وإليكم أبرز العناوين. البرازيل تواصل تصدر تصنيف الفيفا، وهذا ترتيب العرب. تشيلسي يودع المرأة الحديدية. الخليفي يتلقى حكما نهائيا في قضية تهم الفساد. مسدس نجم تونس يثير الجدل. زيدان يروي سبب وتفاصيل نطحه لماتيراتزي، ويكشف موقفه من تدريب سان جيرمان. ليفربول يحدد سعر صلاح ويسعى لخطف نجم ريال مدريد. تطورات جديدة حول مستقبل رونالدو. نيمار على طاولة برشلونة. رسميا وجهة جديدة لبيل، وهذه وجهة زياش المقبلة، والمزيد فابقوا معنا. تصنيف الفيفا الجديد. البداية مع التحديث الجديد على تصنيف المنتخبات الذي أعلنه الاتحاد الدولي، وشهد استمرار البرازيل في الصدارة على حساب بلجيكا، فيما تقدمت الأرجنتين للمركز الثالث لتحل محل فرنسا التي تراجعت للمركز الرابع، كما جاءت إنجلترا بالمركز الخامس وإسبانيا بالمركز السادس، تليها إيطاليا سابعاً، ثم هولندا بالمركز الثامن والبرتغال بالمركز التاسع، ثم الدنمارك عاشراً. أما عربياً فقد احتل منتخب المغرب الصدارة والمركز الثاني والعشرين عالمياً، يليه تونس بالمركز الثلاثين عالمياً، بينما حلت مصر بالمركز الثالث عربياً والأربعين عالمياً، وفي المرتبة الرابعة جاء منتخب الجزائر بالمركز الحادي والأربعين عالمياً، بينما احتل المنتخب القطري المركز الخامس عربياً والتاسع والأربعين عالمياً، وكان المركز السادس من نصيب السعودية التي احتلت المرتبة الثالثة والخمسين عالمياً. تشيلسي يودع المرأة الحديدية. لقبت في الأوساط الإنجليزية بالمرأة الحديدية والمرأة الأقوى بالعالم، لكن حان وقت الرحيل. الحديث عن الروسية مارينا غرانوفسكايا، مديرة تشيلسي التنفيذية ورئيسة ملف التعاقدات، والتي أعلن النادي اللندني بقيادة ملاكه الجدد رحيلها مؤخراً بعد رحلة استمرت لتسعة عشر عام، حيث عملت منذ 2003 كمستشارة لرومان أبراموفيتش قبل أن تصبح جزءاً من الإدارة التنفيذية في 2010. وقال النادي أن مارينا ستكون مكلفة بملف التعاقدات حتى نهاية الميركاتو الصيفي الحالي قبل الرحيل، علماً بأنها لعبت العديد من الأدوار الهامة في السنوات الماضية، أهمها حسم صفقات عديدة للبلوز مثل ضم لوكاكو، هافيرت، فيرنر، زياش وغيرهم، إضافة لجني مبالغ كبيرة من بيع بعض النجوم كإيدن هازارد. ويأتي رحيلها ضمن تغييرات إدارية عديدة يشهدها تشيلسي مع بدء عهد الملاك الجدد، والتي امتدت أيضاً لتشمل رحيل بيتر تشيك الذي يشغل منصب المستشار الفني للفريق الأول منذ 2019. براءة ناصر الخليفي من تهم فساد. برأت محكمة فيدرالية سويسرية رئيس باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن الإعلامية من تهم فساد في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، حيث اتهم الخليفي بتحريض جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا على ارتكاب مخالفات جنائية بعد حصول الأخير في 2013 على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سيردينيا الإيطالية بقيمة 5 ملايين يورو في مقابل دعمه لحصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما نفاه الثنائي تماماً. ومع عدم وجود أدلة كافية تمت تبرئة الخليفي، لكن أدين فالك بسبب تهم وقضايا أخرى منفصلة ليتلقى حكماً بالسجن لأحد عشر شهراً مع إيقاف التنفيذ، كما فرضت عليه غرامة بقيمة 21 ألف دولار. مسدس المجبري يثير الجدل. التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بسبب صور نشرها على حسابه بإنستغرام أثناء قضاء عطلته الصيفية، حيث ظهر وهو يحمل مسدساً رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أيضاً مع مسدسات، ما جلب له انتقادات عنيفة. ويبدو أن ردات الفعل على صور النجم الشاب سواء على مواقع التواصل أو في الصحف الإنجليزية دفعته لتدارك خطئه سريعاً عبر قيامه بحذف كافة الصور التي كان قد نشرها في قسم ستوري بإنستغرام.
زيدان يستعيد ذكريات نطحة ماتيرازي. في حوار مطول مع صحيفة ليكيب بمناسبة عيد ميلاده 50، تطرق الفرنسي زيدان للحديث عن قضايا وكواليس مختلفة، أهمها التأكيد على حلمه بتدريب منتخب فرنسا، حيث قال: بالطبع أريد تدريب فرنسا، آمل ذلك يوما ما، أريد إكمال ما بدأته مع المنتخب، لقد عرفته كلاعب وهو أفضل ما حدث لي. المنتخب الفرنسي محفور في ذهني، هل سأخلف ديشامب؟ لا أعرف، لو توجب علي ذلك فسأفعله. وعن إمكانية تدريب سان جيرمان يوما ما رغم ارتباطه عاطفيا بمارسيليا، قال: لا تقل أبدا لا، خاصة عندما تكون مدربا. عندما كنت لاعبا كان لدي خيار جميع الأندية تقريبا، والآن كمدرب ليس هناك 50 ناديا يمكنني الذهاب إليها. كما استحضر زيزو نطحته الشهيرة لماتيرازي وقال: والدتي كانت مريضة جدا خلال ذلك اليوم، تحدثت مع شقيقتي وأخبرتني بحالتها وكنت قلقا. ماتيرازي أكد أنه لم يسب والدتي وهذا صحيح، لكنه سب شقيقتي، فتحرك شيء في داخلي وحدث ما رأيتموه. لست فخورا بما قمت به، لكنني أتقبله، إنه جزء من مسيرتي. دوما أقول أن مشواري مع فرنسا لم ينتهي بعد، ولا أريد أن تكون تلك النطحة آخر ذكرياتي مع الضيوف. انتقالات المدربين. بعد أيام قليلة من اعتزاله كرة القدم، سارع الأرجنتيني كارلوس تيفيز ببدء أولى مهامه التدريبية من خلال تولي تدريب روزاريو سنترال الأرجنتيني لمدة عام، كما أعلن النصر السعودي تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق لمدة موسمين، وهي التجربة التاسعة في مسيرته التدريبية بعد أن قاد عدة أندية أبرزها روما، مارسيليا والليون. في المقابل يقترب الإسباني إرنيستو فالفيردي من العودة لتدريب أتلتيك بيلباو في ولاية ثالثة، خاصة بعد نجاح جون أورياتي في انتخابات رئاسة النادي، والذي كان قد وعد الجماهير بإعادة فالفيردي حال نجاحه. فيما أعلن نيس الفرنسي عودة مدربه السابق لوسيان فافر ليحل محل كريستوف غالتير الذي يقترب من تدريب باريس سان جيرمان. جديد أخبار الانتقالات. في صفقة انتقال حر، انضم الويلزي غاريث بيل إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي بعقد مدته عام مع خيار التمديد ل18 شهراً، ليلتحق بالإيطالي كيليني الذي انتقل لنفس النادي قبل أيام. كما انضم الياباني مينامينو من ليفربول إلى موناكو مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة ل3 ملايين كمتغيرات. واتفق أرسنال مع مانشستر سيتي على ضم البرازيلي خيسوس لمدة 5 سنوات مقابل 52 مليون يورو. كما أعلن مونبولييه الفرنسي تعاقده مع التونسي وهبي الخزري قادما من سانت إيتيان الذي هبط إلى الدرجة الثانية، بينما نجح لايبزيغ في تجديد عقد نجمه كريستوفر نكونكو حتى 2026 بشرط جزائي 60 مليون يورو، علما بأنه مطلوب لتعزيز صفوف كبرى الأندية هذا الصيف. من ناحية أخرى، أفادت صحيفة ذا سان أن ليفربول لا يمانع التخلي عن المصري صلاح هذا الصيف، وحدد 60 مليون باوند لبيعه وسط ترقب من ريال مدريد. فيما أكدت شبكة إل ناسيونال الإسبانية أنه بعد رحيل ماني وانفتاح ليفربول على بيع صلاح، يريد النادي التعاقد مع جناح ريال مدريد رودريغو، بل وتقدم بعرض غير رسمي لإدارة الملك بقيمة 60 مليون يورو. ونواصل مع الريال، إذ تؤكد عدة تقارير أنه يخطط لتعزيز خط هجومه بضم الكوري هيونغ مين سون نجم توتنهام، ومن الريال إلى برشلونة، حيث أكد برنامج تشيرينغيتو أن بيني زهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي عرض على النادي الكتالوني تسهيل التعاقد مع نيمار مقابل 50 مليون يورو حال فشل ضم ليفا الذي يعتبر مطلب البارسا الأول. وفي إيطاليا ذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو أن المغربي حكيم زياش طلب من إدارة تشيلسي الرحيل هذا الصيف، ويقترب اللاعب من الانتقال لميلان وفقاً للموثوق فابريزيو رومانو الذي أكد أيضاً أن زياش متحمس للعب للروسونيري. والختام مع كريستيانو رونالدو، الذي أكدت صحيفة بيلد أن وكيله خورخي مينديز عرضه على بايرن ميونخ، لكن الأخير رفض الفكرة. كما تحدث التقارير عن اجتماع بين مينديز ومالك تشيلسي الجديد، تحدثا خلاله حول فكرة انتقال كريستيانو إلى البلوز، في وقت كشفت فيه صحيفة ميرور أن إدارة يونايتد غاضبة بشدة من تحركات وكيل اللاعب، وأخبرت الأخيرة أنه لن يرحل عن الفريق هذا الصيف.